أعلن خفر السواحل الإيطالي عن إنقاذ عناصره 3000 شخص خلال 30 عملية منسقة منفصلة، ليصل إجمالي الأشخاص الذين تم إنقاذهم خلال يومين إلى نحو 10000. وأشار بيان رسمي صدر عن خفر السواحل إلى مشاركة سفن عديدة في تلك العمليات بينها زوارق سحب. وتم أمس إنقاذ نحو 6500 مهاجر خلال أكثر من 40 عملية إنقاذ شملت سفن خفر السواحل والبحرية الإيطالية والعملية الأوروبية لمكافحة مهربي البشر صوفيا والوكالة الأوروبية فرونتكس أو منظمات إنسانية. وكان أغلب المهاجرين في طريقهم نحو مرافق صقلية وسردينيا في جنوب إيطاليا، بينما تم الأحد الماضي إنقاذ أكثر من 1100 مهاجر في المنطقة نفسها حسب حصيلة خفر السواحل. موجات الهجرة غير الشرعية مستمرة رغم الإجراءات الكثيرة التي أعلنت عنها الدول الأوروبية، خاصة وأن أزمات هؤلاء المهاجرين تسببت بها حكومات هذه الدول الغربية دون أن تفلح في إيجاد حلول لها، ما يعني المزيد من الهجرة والمزيد من المعاناة.